زوز الكهرمانة، أنت لبستيها حجر الكهرمانة؟ قلادة السعادة هاي تتسمى، الأسعد إنسانة هي، لأنه بالفترة الأخيرة بدرية ما كانت سعيدة. إن شاء الله تصيرين سعيدة. هو يعني أنا أقول لهم شيء، أنه هذا يعني تفائلوا بالخير تجدوه، البسوا شغلات يعني يقولوا لي زوزو كيف تعطي السعادة، هي ما تعطي، بس أنه مجرد أنت تفكرين بالسعادة بالراحة النفسية. هو الكهرمان حجر طبيعي يسحب الطاقة السلبية، يستعملوه في الزيوت في العلاجات يريح، فيوم تلبسيه 24 ساعة يكون الإنسان مرتاح فيكون سعيد. بدأ نقع بالكهرمان. لازم لبسها، يبي لي سطل وخليني في الكهرمان. الأشجار يحطوها في البيت تسحب الطاقة السلبية، يعني هو معروف عنا الكهرمان هالشكل. هاي الزيوت مثلا حتى ريحته الأمبر، تعرفين الأمبر بالإنجليزي يطلقون عليه، ريحته هي ريلاكس، زيت يسوون به مساج للجسم. يس أنا لاحظت شيء، مصاصة. أي مصاصة. علي قال لي شنو هذا؟ قلت له علي قال لي أخذ طاقة. هذول الأطفال الصغار. إيه. هذه باليهال. نحن كلنا صغار. إيه لا كبرنا. بس هلا أنت مشان تاخذي طاقة بدرية مصية. لا خذ أنت. أمص أنت. هلا إذا مصتها بدرية بيطلع لها طاقة؟ لا هاي مال بيبي هذول. قالوا لك مال بيبي، أنت شلك فيني؟ كلنا بيبي بعد. خلاص مص أنت. يلبسوهم للبيبي عشان تسحب الطاقة السلبية، عشان إذا يطلعون أسنان حرارة كلها ينسحب في الكهرباء هاي، ويحطون فيها المصاصة حتى إذا أكلها ما يطلع تصبغات. والله برافو، والله معلومة حلوة. يا زوزو عم تتطور كتير أنت ما شاء الله عنك، يعني عم تعملي أشياء. سويت في الحجر، بحثت فيه، فلهذا يعني أحب الناس كلهم يستفيدون مثل ما أنا مستفادة من عند الحجر. أخذ خاتم. أي لازم. وسويرة وكل شيء. كل شيء كهرمانة، لأنه شوف شلون تصير السعادة إن شاء الله. أنا لأنه بدي أشوف يعني بدرية أحمد، ليش زعلانة أو أنت كنت مكتئبة بالفترة اللي مضت؟ هي يعني ظروف تجي على الإنسان، ظروف ضغط كثير، فابتعدت شوي عشان أرتاح. حتى ابتعدت، رحت أبو ظبي قعدت يمكن 6 شهور عشان أريح نفسي، عشان أرتاح أنا، عشان أرتب حياتي من أول وجديد. فالحمد لله الأمور سهلات والأمور جميلة، وانتظروني بس يعني ممكن نقول 6 شهور أو 8 شهور في شيء جميل وحلو. وحاليا أنا خلصت فيلم ثم من بعدك، فيلم سينمائي جميل أكشن ورومانسية جميلة جميلة جميلة، عشان كذي أنا رضيت بالنص هذا. شيء جديد للبدرية. البدرية أنت خبصتي شوي يعني بالسوشيال ميديا، صرت تطلعي تحكي وعملتي شوية شغلات يعني أذتك هيدي، مش هيك؟ ضرتك؟ ايه أذتني. والحين أنا متصالحة مع نفسي، متصالحة مع الناس، متصالحة مع السوشيال ميديا. فصار لي أنا بقارب السنة ما يعني ما سويت بوكسينج، فبعيدة. يعني أنت عم تنقلي حياتك الخاصة والنفسية ومشاعرك وكل شيء عم تنقليه على السوشيال ميديا، يعني هذا الشيء غلط، مزبوط؟ اوكي. مو غلط. ابي متابعيني، ابي الفانزاتي، ابي يحسون فيني، يعرفون منو بدرية احمد. فهذا الشيء انا ما 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 غلط ان يعرفون شنو بدرية احمد، لان الصحافة الصفراء قبل عاطية فكرة سيئة عن بدرية أحمد. فأجى الجيل الجديد متطبع، وين قاري في الجوجل بدرية أحمد شذي، بدرية أحمد شذي. فالسوشيال ميديا، السناب شات أو الانستغرام أو شبكة التواصل فعلا فادتني أن الناس عرفوني، فادتني أن الجيل اللي يعرفني يدخلون علي يقولوا لي أنت غير اللي نسمع، غير اللي نقرأ، غير اللي هذا. فهذه بالنسبة لي يعني مثل ما تقول مثل الدواء كان السناب، عالجت نفس. فالشيء دخل وبعدين عرفوا الناس مين بدرية أحمد. في ناس كثير ما يعرفون بدرية أحمد يعني بعد السوشيال ميديا. أنا أدخل مكاتب البنات يرحبون، البنات يطلعون هذه فيها يعني مثلاً هذه طيبة، هذه انظلمت، هذه فليش نحن نظلمها أكثر؟ فهمت علي؟ أنت ما بتحمل جزء من هيدي الأشياء اللي كانت تنكتب عنك
بالقبل كمان؟ كيف يعني اتحملها؟ ما بتتحملي جزء انه انت يعني انت سبب انه هيدي الاشياء اللي كانت يعني كنت شوي جريئه اكثر او خرجت شوي عن العادات والتقاليد لا 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 ما له شغل في اي شيء. انا كنت اقدم رساله، كنت اقدم قصه، كنت اقدم شخصيات قبل السوشيال ميديا. انا قاعده اقول لك مسلسلاتي الجريئه، البنت الجريئه، الزوج الجريئه، كل شيء انا هذا انا قدمته انا وصار علي كلام. لا خلي أقول لك، قدمت أنا وصار علي كلام، بعدي أنا كل الفنانات قدموا. أنت لاحظ كل الفنانات صار في بوس، صار في عناق، صار في كلام مو طبيعي، صار في أشياء مو طبيعية أنا ما سويتها. فشوف يعني شوف الفرق، أنا قدمت شخصيات وقدمتها بشكل جميل. مع هيدي الجرأة بالسينما أو الدراما الخليجية، البوس والأحضان وال... لا 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 قدمتيها هي رسالة؟ أنا ما قدمت هذا، أقول لك بعدي أنا في ناس يو قدموا الجيل هذا اللي بعدي قاعد أقول لك أنا لما قدمت الشخصيات الجريئة سواء باللبس أو تدخين السجاير أو المواضيع هذه تكلموا وحطوا علي وسووا لي كل يوم قصة وكل يوم كلام وكل يوم ناس تتكلم في الجوجل وفي الصحافة الصفراء. بعدي أقول لك جو ناس، جو بنات هاجز وبوس، ما حد تكلم، ما حد حارب، ما حد قال شيء. فعشان كذي أنا اللي أقوله أنا اللي قدمته أنا أفتخر في اللي قدمته، ولكن ما قدمت بوس وما قدمت حق وما قدمت الامور هذه كلها. انت يعني هلا بالفتره الاخيره هيك انا حسيت فيك يعني تطلعي تشكي كان عندك شويه مشاكل او قصص، ان شاء الله عالجتيها يعني طلعتي منها هيدي. اي الحمد لله، الحمد لله عالجتها، وشيوخنا ما يقصرون في اي شيء، وحتى المسؤولين ما كانوا مقصرين في اي شيء، ولكن مثل ما تقول النفسيه كانت وايد وايد تعبانه، لأن وصلت المرحلة اللي هي لعيالي عشان كذي تكلمت، ولا أنا طول الوقت أنا ساكتة عن المواضيع اللي عندي. فالحمد لله يعني والله ما قصروا، يعني شكرا اللواء محمد المري، شكرا المكتب التنفيذي الشيخ محمد بن راشد، شكرا لكل اللي قدموا لي الحمد لله. طيب هلا أنت عاملة كنترول تقريبا مش مثل الأول، يعني شوية عم بتحاولي تطلع الأشياء أو تفلتريها مثل ما بيقولوا. شلون؟ عم تفلتري الأشياء، ما عم تطلعي كل شيء بحياتك. لا خلاص، أنا بغيت أوضح للناس شغلة ووضحتها، الحين لا، الحين أرجع البدرية الأولية، إن ما الضحك وسوالف وإيفنتات وحياة جديدة وراحة نفسية ما تتصورها. شو عملتي بهالمرحلة هاي لترجع هيك تأسسي حياتك؟ هلا جئتي مثلا لدكتور نفسي او مثلا؟ خل اقول لك اول شيء اللي سويته بعدت عني ناس كثير، مسحتهم، الناس السلبية والناس المصلحتية شليتهم من حياتي، هذا اول شيء سويته. عشان كذي انا ابتعدت، رحت ابو ظبي، ابتعد عن العالم كله، طبيت عيالي. لاحظنا شفناك اختفيت شوي عن الايفنتات اختفيت لان خلص قاعده ارتب حياتي علي، وهذا لازم من زمان يعني اسويها. ف اول شيء بعدت الناس عني، بعدت الناس المصلحتي عني، اخترت الناس على اصابعي، الناس اللي وقفوا معي، الناس اللي حسوا فيني فقط، الناس اللي ماشيين ورا بدريه حق الايفنتات وحق الحفلات وحق المهرجانات، هذه اللي شليتهم من صفحتي كلها. مين اذى بدريه؟ مين اذاكي اكثر شيء؟ اللي حولي، اللي حولي اذوني، وانا بكل صراحه اقول انا اذيت نفسي اكثر، انا اذيت نفسي اكثر، لما اذيت نفسي اكثر جوهم ياذوني بعد. طيب انا اعترف اني انا اذيت نفسي، انا ما اذي احد، انا اذيت نفسي بالمقابل هم شافوا اني انا مأذية نفسي، خلاص خلينا نأذيها، ليش ما نأذيها؟ ما هي اوريدي يعني ما يساعدوكي زادوا صح. طيب
هلا انت عم حياتك ان شاء الله عم تتغير وللافضل باذن الله. طب شفنا كمان تعليقات على السوشيال ميديا عم تعلقي انه اشي عم بتطلع عنك اخبار، عم تقولي انه كتبتي شيء بوست على السوشيال ميديا انه شيء كاتبين عنك شيء غلط او كذا، فعم تقولي انه عارفوا بدرية احمد على حقيقتها او شيء. في ناس يكتبون ما اقول لك او بيلفقوا تهم هيك شيء انه ملفقين تهم، فانا قلت يعني لا تلتفتون بدرية احمد يعرفوها من خلال لفقوا تهم. مثل شو التهم الملفق؟ اشياء كثيره، اشياء كثيره ومخجله ومخزيه اني انا اقولها والله العظيم. انا حتى يدخلون علي يقولوا لي، يعني في ناس اذا عندك 10 اذا عندك 100 شخص يتكلم معاك بالزين يدش واحد مجزوز حد ازنه يقول كلام وسخ وكلام يجرح وكلام يحبط، فانا ما انتبه له. في فنانات يدخلون بحسابات وهمية وأعرف أنا طريقتهم، أعرف أسلوبهم، يكتبون بس يشوفوني أنا فرحانة، أقسم بالله العظيم يا علي بس يشوفوني فرحانة، يشوفوني أنا رجعت بصورة ثانية يكتبون عني في أكاونتات ثانية، يكتبون مبسوطة أو سعيدة، هذا هو لهالدرجة. والله يا علي، يعني تعبت انت ملاحظ، انت حتى انا كلمتك في التليفون قلت لك ابي اسوي لقاء معك. انت لا طبيب نفسي او شيء؟ من زمان انا لاجئ لطبيب نفسي علي، مو انت بعدك لهلا؟ والله ايه بعدي. لا عم تحكي، هي مش غلط على فكره، طبيب النفسي يعني كل انسان ممكن، يعني شيء بالعكس صحي وايجابي، انه احيانا الانسان يكون عنده تراكمات وقصص يمكن من هو صغير من هو كذا. شو الاشياء اللي اكثر شيء مأثره ببدرية احمد، يعني ضلت هيك هي اللي ما قدرت تطلعي منها؟ هي اللي كان يبون يمحون بدرية احمد، كان يبون يمحوها من الوسط الفني كله. صار لي انا كم سنه ما اشتغل، تعبت نفسيا، ما اذيت احد، انا الغيره والحسد خلتهم يشيلوني من اعمال وايد حبيبتي، من اعمال بدرية. انا بعرف انه انت عفويه تلقائيه وبتتصرفي هيك يعني مزح وبتلقائيه وكذا، وهذا شيء ما ناس يمكن ما عم تتقبل انه الواحد يكون طبيعي وعفوي. علي ما اقدر اتصنع، ما اقدر البس قناع، ما اقدر اتجمل، ما اقدر اقول كلام منمق حق شخص انا اشوفه مو يعني ما يستاهل الكلام هذا، ما اجامل شخص ما يستاهل، ما اقول شيء كذب عن الحقيقه، ما اقدر، ما انا مو من طبيعي. انا من زمان هيك، صار لي خلينا نقول 49 48 سنه أنا هيك، بس انا ما اقدر، والله ما اقدر. اذا حتى اقعد مع نفسي كذي اني انا ممكن اقول يعني اطلع اشاعه علي ولا اكذب مع الناس ولا اجامل، ما اقدر. نو جوزك انت والاعلامي صالح الجسمي بضلكم دائما بتتناوشوا، انت والاعلامي صالح الجسمي دائما بتتناوشوا على السوشيال ميديا. انا بقول لك شيء، يعني انا احترم صالح وايد احترمه، صار موضوع قريب فاحترمت صالح، ايوه احترمت صالح كثير لان انا اتكلم باسمه اقول الاسم. حتى اخر مره عن السوشيال ميديا وكذي، ولكن صالح ما رفع قضيه علي، ولكن في شخص ثاني رفع قضيه علي. اي نعم، بعدين الاخبار بتعرفونه، وبعدين وفنان هو دعوة عليكي؟ فنان اماراتي؟ اماراتي راح تعرفون بعدين، الحين ما راح اتكلم في الموضوع، لكن فنان اماراتي رفع دعوة علي. ما اقدر، ما اعرف شو اقول يعني انه ليش رفع دعوة عليك؟ شو السبب؟ عشو؟ مو الحين ما اقدر اقول، اذا قلت بالعالم هذا ف محامي يقول لي لا تتكلمين لما نحن نخلص. فأنا سبب قصدي شو رفعت الدعوة؟ شو هي؟ أنا تكلمت
عنه، ولكن انا ما تكلمت عنه، تكلمت وجه عام. هذا يعني بعد ما نخلص الجلسات وانا اكيد راح اقول لكم شو صار معي. فانا بعد الموقف هذا، صالح الجسمي من بلدي، هذاك من بلدي، صالح الجسمي انا اعرفه من خلال الايفنتات، من خلال المهرجانات، اقعد معه ساعه ساعتين وخلاص. اما الثاني عشرة عمر، يعني من اول ما بديت انا الفن عشرة عمر. كفاية انا اقول لك انا جيتهم، انا هالكبر صغيرة، انا تربيت على ايديهم ورفع علي قضية، الحمد لله. الله يفرجها يا رب، ونتمنى لك كل التوفيق بدر. حبيبي انت، انا اشتقت لك وايد وراح اشتق لك وايد. تروحي على الحبس او شيء؟ لا بسم الله علي، لا بسم الله علي، بدي تكفلني. انا بكفلك اكيد حبيبتك. حبيبي.